الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أخذنا الصفات المعتبرة في الكفاءة 6 عند الأحناف و5 عند الشافعية. أخذنا منهم 4 3 صفات. الصفة الأولى اعتبار الدين عند الأحناف والعفة عند الشافعية. أخذنا الصفة الثانية الحرية، حرية عند الأحناف والشافعية 1. وأخذنا الصفة الثالثة اليوم النسب، النسب عند الأحناف وعند الشافعية، كأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج إليه. لو قدمنا أن الزوج ينسب إلى سيدنا أبي بكر، والزوجة تنسب إلى سيدنا الحسين، أي من آل البيت، وهذا من نسب سيدنا أبو بكر، فالزوجة أعلى نسب منه، فليس هنا كفاءة بين الاثنين إلا إذا رضيت الزوجة ورضي الولي، فإن الكفاءة هي شرط للولي وللزوجة. فإذا رضيوا لا مانع، إذا ما رضيوا مع النسب غير، بيكون نسب متساوي حسني وحسيني، مثل بعضهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، يعني متناسبين، لأن العرب تفتخر بأنسابها أتم الافتخار. والاعتبار في النسب بالآباء، نسب الآباء ما نسب الأمهات، المعتبر نسب الآباء، فلان ابن فلان ابن فلان منسوب إلى عائلة كريمة. عند الشافعية لا يكافئ العجمي أبا وإن كانت أمه عربية، عربية أبا، الأم عربية أب، العجمي أبو، فما في مكافأة وإن كانت أمها أعجمية، لأن الله اصطفى العرب على غيرهم. لما كان العرب له النسب، إلا ما في نسب، نسب العرب إلا ما في نسب، إنه هذا عربي وهذا أي قومية من الإيمان ما فيه، ولا غير القرشي قرشية بالاتفاق، ما بقى إلا القرشي وهاشمي، ما عاد فيه. هلا في نسب المال، في مال في نسب، هذا هو، ولا غير الهاشمي والمطلب هاشمية أو مطلبية، وإن كان قرشيا لشرف نسب بني هاشم والمطلب على من عداهم، على من عداهم من العرب. فهنا أنا حكيت لكم أن شرف العلم فوق شرف النسب، شرف العلم فوق شرف النسب، فالعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل، العالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل، وغير العربي العالم كفء للعربية. إجا واحد أندنسي، واحد هندي لكن عالم، بصح يأخذ بنت أشرف الناس، حتى يطالب طالب العلم، قلت لكم هو كفء لبنات الملوك، طالب العلم وحافظ كتاب الله كفء لبنات الملوك، لو طلب بنت الملك ما بصح أنه يمنعها عنه. هذا شرف العلم فوق شرف النسب، فالعالم الفقير كتبتها، فالعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل، وغير العربي العالم
كفء للعربية. هذا إذا كان العلم له النسب هذا، فالنسب الأكبر هو نسب العلم صلى الله عليه وسلم. لما جعل النسب عليه الصلاة والسلام قال في الحديث العلماء ورثته الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم، وأي علم؟ كل علم ينفع الناس هو علم، كل علم فيه منفعة للمجتمع هو علم. الفقهاء قالوا فقط العلم الشرعي، كل علم ينفع الناس هو علم شرعي، لأن كل العلوم مأخوذة من القرآن، الإلكترون والذرة والهندسة والطب والكذا كله من القرآن، فكلها علوم شرعية. ما دام كلها من القرآن كلها علوم شرعية، ما في علم غير شرعي. هلا العلوم الغير الشرعية اللي طالعة هلا كلها إذا استخدمناها للشريعة بتخدم الدين، لكن استخدموها لغير الشريعة. الإنترنت هلا لو استخدمناه للشريعة لخدم الإيمان وخدم الدين خدمة كاملة، لكن استخدموه لغير الشريعة. فالمهم أي علم ينفع المجتمع هو علم شرعي، بيدخل فيه كل العلوم. وعند الأحناف رضي الله عنهم بقية العرب بعد قريش أكفاء بعض، الله يرضى عنه. بعد قريش، قريش انتهت بالسنة 100 بعد النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت قريش، صفي العرب كلهم أكفاء بعض البعض، كل عربي كفء لعربي. هلا بياخذوا الأماكن، هذا ساكن بأبو رماني، هذا ساكن بجوبر، يلي بجوبر مو أهل إنه الأهل ساكن بأبو رماني، بياخذوا هذا بيته بسوى 40 مليون، هذاك بيته بسوى 500 ألف، هذا مو مثل هذا، بياخذوا نسبة البيوت والأموال. أما إذا في أخلاق وفي إيمان فهو أكمل النسب. ويعتبر النسب في العجم كما يعتبر في العرب عند الشافعية، خلافا للأحناف الذين جعلوه من صفات الكفاءة عند العرب. نحن هذا لا نحط عليه خط أحمر، لا ما بقى في عرب ولا بقى في عجم، إذا صار الناس كلها أمي عوام مع بعض البعض. وديها نأخذ الصفة الرابعة، الصفة الرابعة المهنة أو الحرفة، تكون الحرفة قريبة لبعض البعض، العمل الذي يمارسه الشخص لكسب رزقه. فيشترط أن تكون حرفة الزوج أو أحد آبائه مساوية لحرفة أبو الزوجة. أبو الزوجة بيشتغل مثلا تاجر بالبزورية، الزوج بيشتغل تاجر بالحريقة، هذا تاجر وهذا تاجر بيتناسبوا لبعضهم البعض. لكن إذا قلنا أبو الزوج له مستوى عالي في التجارة وهذا عنده دكان صغيرة، هذا بيصلح لها، فبده يكون يقرب لبعضهم البعض. فيشترط أن تكون حرفة الزوج أو أحد آبائه مساوية لحرفة أبو الزوجة حتى ما يتعير فيه. لو ما لقيت تأخذ إلى واحد تنتوف، أنت فلان الغني فلان التاجر فلان، تأخذ واحد تنتوف واحد ما في عنده شيء بيعيروه، فمشان ما يصير التعيير بده يكون فيه مناسبة. وهذا بالنسبة للزواج يعني أجمل، إذا بدأ تشوف حالة
عندي مثل ما عندك، أبوك غني وأنا غني، والغنى لله، ما تشوف حالك على جوزك. أما هي غنية أبوها غني وبيدفع لها، تزوجت واحد فقير بدها تعيش عند الفقير مثل ما كانت عايشة ببيت أبوها، وهي المصيبة والبلية، بدها كل شهر بدلة جديدة، بدلة العتيقة أخذ كبتها، كل شهر طقم جديد، كل شهر كندرة جديدة، هي خلصت مديرة وهي خلصت مديرة، تفقر الرجل رغم أنه هو فقير. فبدنا ناخذ ما يكون في تناسب بين الحرفتين. المعول عليه في تصنيف الحرف هو العرف، عرف الناس، هاي الصنعة مثل الصنعة، فليس الحجام أو ابن الحجام، وإن سفل كفأ لبنت التاجر أو صاحب الصناعة. حجام هذا اللي بياخذ دم، هي صنعة ساقطة، أنه فيها تأذى الناس، بيجرح الناس وبيطالع الدم منهم، صنعة تعتبر ساقطة. فليس بكفء لواحد له صنعة صاحب معمل، واحد صاحب معمل وواحد بيشتغل معزل بيار مالحة، هذا ما بصير. يعني الزواج، نرجع نقول الزواج ذوق عقل، خذ اللي بتناسبك وهي بتاخذ اللي بيناسبك. والرضا هو الاصل، رضا الزوجه هو الاصل في ذلك. الصفه الخامسه الاسلام، وهذا شرط عند الاحناف لغير العرب. واحد غير عربي شرط يسلم، اذا ما مسلم ما بصح ياخذ وحده عربيه. هلا اللي عم يصير فقدوا اسلامهم، مسلمه عم تاخذ واحد مسيحي، مسيح ما بيجوز تاخذي مسيحي، المسيحي ما بيحترم نبيك، ما بيحترم دينك، المسلم بيحترم المسيحيه، لكن المسيحيه ما بيحترمون الدين. زوجت واحد يهودي ما في نسبة، فلا يجوز زواج المرأة من واحد غير مسلم إذا من غير العرب. أما العرب فيتفاخرون بالنسب فلم يعتبر في حقهم، ما دام عربي خلص بيمشي الحال، العرب يعني كلهم مسلمين. فمن له آباء مسلمون كفء لمن لها آباء مسلمون، أما وأبوه مسلمين وأم وأبوه مسلمين، هذا كفء، هذا هو الكفء. الإسلام بناء عليه بنني على هالحكم، هذا مسألتين، لا تماثل الزوجة المسلمة التي لها آباء وأجداد مسلمون، لا تماثل مسلما ليس له أب ولا جد مسلم، هي أبوها وجدها مسلم هذاك هو مسلم، أما أبو جد وأبوه غير مسلم ما في نسبة بين هاد وهاد. له أبوك إذا ضاق بده يرجع لأبوه، أبوه بيقول له ما بعطيك لحتى ترجع لدينك، مشان ينتفع فيه بيرجع لدينه، فلذلك ما في كفء. ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفءا لمن له أبوان، واحد أمه وأبوه مسلمة، واحد أبوه فقط مسلم، أمه نصرانية أو أمه مسلمة أبو نصراني، ما في كفء. بده يكون كفء هاد لكفء هاد، هذا أمه أبوه هذا أمه أبوه. المسألة الثانية، ومن أسلم وحده فقط لا يكون كفءا لمن له أب واحد في الإسلام، هو أسلم، هي أبوها بس أسلم، ما في كفء. المصيبة اللي عم تصير، شاب مسلمة بيضحك معها بيلعب معها حبته بلا بدي يتزوج،
هو مسيحي هي مسلمة، بيلاقي بأسلم، بيروح لعند الشيخ بيأسلم، بيروح لعند الشيخ بيقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص صار مسلم، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيقرأ قرآن ولا بيتحبل، بس أسلم شان الزواج. أنا هذا ما بكتب له كتاب. ليش بدك تتزوجها؟ قول أنا حبيتها. بدك تتزوج يعني أسلم مشان الزواج، هذا إسلامه مو مقبول. بدك تتأسلم حبا في الإسلام، تأدي فروض الإسلام بعدين من زوجك، ما بتأدي، بأسلم مشان يتزوج. فهذه المرأة كمان لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تتزوجه. الدليل، لأن تعريف الشخص يكون كاملا بالأب والجد. هلا الاسم ثلاثي، ما هي رجب صبحي ديب، ما هي محمد رجب صبحي ديب، يعني بذكر الأب والابن والجد، يكون كاملا بالأب والجد. فإن كانا مسلمين كان نسبهما إلى الإسلام كاملا، وإذا ما كانوا مسلمين نسب ما هو كامل. بهذه الصفة الخامسة نأخذ لحنا فيها، إذا كان المسلم ليس هو الذي يتلفظ بكلمة إسلام، المسلم هو الذي تعلم الإسلام وتخلق بأخلاق الإسلام، هذا اسمه مسلم. أما قال أشهد أن لا إله إلا الله، النصارى بيقولوا لا إله إلا الله لكن ما بيقول محمد رسول الله، بيقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن بيعتبر الله تبعه المسيح، لا إله بيعتبره المسيح، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما بيقولوها. لذلك لا يصح الإسلام. الصفة السادسة، المال أو اليسار. المال عند الأحناف، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ما اعتبر المال. المال أو اليسار، تكون ميسر أموره، حياته ميسرة. والمراد بذلك أن يكون الزوج قادرا على المهر والنفقة على الزوجة، هذا المراد، أن يكون قادر على المهر والنفقة على الزوجة، وليس المراد أن يتساويا في الغنى، إنه هذا بيملك مليون لازم هو يكون يملك مليون، لا هذا ما دخل، بس يكون يملك المهر ونفقة الزواج شهر، نفقة الزواج شهر، بعد الشهر لو كان افتقر خلاص مش الحال، بدها تصبر. فليس المراد أن يتساويا في الغنى ودرجة اليسار. عند الأحناف اليسار شرط، يكون ميسر أنه بدها تعيش، بدها يعيش عيشة تليق فيه، تليق بالكرامة. ويتحقق اليسار بالقدرة على المهر المتعارف على تعجيله. قديش المهر المعجل؟ المهر المعجل 300، ليكون في معه 300. وإن كان كله حالا فلا تشترط القدرة على جمع المهر، جميع المهر لو موجود 300 ما شرط أنه يدفع 300، بيدفع هلأ 100، بيدفع بعد شهر 100، بيدفع بعد شهر 100 تانية، بيمشي الحال، ما شرط يدفعهم كلهم هلا. فلا يشترط القدرة على جميع المهر الحال. اثنين، نفقة شهر متعارف، تعجيل المهر، المهر المعجل ونفقة شهر، إذا لم يكن ذا حرفة، إذا ما عنده صنعة. أما إذا كان عنده صنعة فبالقدرة على اكتساب نفقة كل يوم، قديش كل يوم بيحسن يجيب، بيحسن كل يوم يجيب لها رغيفين خبز
وقالب جبنة كتر خيره. أما لطعامها يعني المهم أن يكون نفقة شهر، فإن لم يكن الرجل قادرا على ذلك لم تتحقق صفة اليسار. ما هو ميسر؟ إذا بتحبوا تكتبوا لا عبرة الورق اللي قلت لكم حطوها دائما معكم، لا عبرة بكثرة المال في النكاح، لا عبرة بكثرة المال في النكاح، فمن قدر على المهر، فمن قدر على المهر المتعارف ونفقة شهر إن كان غير محترف فهو كفر. قدر على المهر المتعارف ونفقة شهر إن كان غير محترف، والمهر المتعارف على أقساط ما شرط يدفعه قسط واحد، أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم. عم يشتغل هذا يوميا، شو بيسموه على العربية، كل يوم بيوم هذا، وهو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفا فهو كفء لها، ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة. لو كان عندها ثروة وكان عندها أموال هذا كفء، إذا كان كل يوم عم يشتغل الله يرحمهم شو كانوا من قبل، ما قارين الأحوال الشخصية، لكن كانوا قول مين اللي خطب بنتك؟ لو والله خباز، لو برافو بشبعها لأمتها، خباز بشبعها لأمتها. مين خطب؟ انه والله لحام، ما شاء الله برافو برافو، بتشبع لقمته عنده، يعني عنده صنعة بيحسن طعمية كل يوم، برافو ما بده وقفه. هلا صار في وظيفة موظف، بده موظف. هلا بهالزمان الموظف فقير، الموظف يجوز دفع الزكاة له، خاصة إذا كان موظف شريف ما بيقبض رشوة ما بيقبض، فهو بصحة دفع الزكاة له. فإذا لا يعتبر المال أو اليسار، لا يعتبر أنه بده يكون معه مال من مع هذاك مال. إذا كان شغيل كل يوم كسيب وهيب ما بيقولوا، عنده كسب كل يوم، له زوجه، زوجه بتشبع لقمتها عنده. هلا لو اجانا واحد موظف واحد عامل، انا منفضل، انا بفضل العامل، انه العامل جيبته دائما معبيه، الموظف بالشهر بتعبى جيبته ساعه، متى ما قبض بيرجع بده يدفع هون وهون وهون دينار بيطلع ما في شيء، بيبدأ الشهر الثاني بالدين. لا إله إلا الله، هيك الزمن صار. الدليل، روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. شو الحسب تبعه؟ حسب ونسب. شو الحسب تبعه؟ المال. هيك صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. في مال من زوجك، ما في مال سكروا الباب وشو من أول ما بيقعد، تقول له أنا بنتي بدها بيت ثلاثة وصوفة مفروش في
في تلفزيون وفي براد وفي فيديو، في شرط من أول شو اسمه، ومهرها مليون متقدم ومليون متأخر. هذا منين بده يجيب؟ لو مننزلوا للسوق منبيعوا ما بيجيب 200,000، بيطلع ما بيوم بيرجع. اللي شيخي دخيلك اكتبني له، اكتب لي له البنات حجاب خير. ما بيجي واحد بيخطب بيهرب ما بيوم بيرجع. ايه ممكن مني نيم بده يجيب هذا اول شبابه بده يبني حياته، بدنا نكسر له ظهره من اول يوم. لو يفهموا اذا كسرنا ظهر الصهر مين انكسر ظهره كمان؟ مرته، بدها تجوع، بدها تعرق، بده يأمن. خففوا عنه حتى يحسن يحمل يطامي الأهل. الله يوفقنا للفهم. إيزي مسألة، لو تزوجت المرأة ممن لا يقدر على النفقة لحقها من الضرر ما لا ينكر. زوجت واحد فقير، زوجت واحد شريب سيكارة، كل يوم بيشرب باكيتين، ثلاث باكيتات سيكارة، حق الباكيت قديش؟ 100 ليرة. ثلاث باكيتات ب300 ليرة، قديش عم يشتغل؟ ما عم يطالع 200 ليرة، عم يتدين. ما هي إذا كان جت لعنده شو بدها تاكل؟ دخان، شمم الدخان، هذا من الحال ضرر. لذلك عند الشافعية ليس اليسار شرطا في الكفاءة فلا تعتبر، فلا اعتبار به. عند الإمام الشافعي فلا اعتبار به، لأن المال ظل زائل وحال حائل ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر، فيكافئ الفقير ذات اليسار. مهم يكون رجل يستطيع أن يفتح بيته. قلوا بسم الله لا توقف. أخذ بقول الله تعالى، دليل إمام الشافعي دليل، دليل كتير ممتاز، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. مين الأيام؟ كل امرأة لا زوج لها شو بتكون؟ أيم. الصفة السابعة وهذه عند الإمام الحنفي الله يرضى عنه، عند الإمام الحنفي المال، عند الشافعي هي السلام من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح. عند الشافعية سلامة الزوج من الجزام والبرص والجنون والعنة والجب. أخذ بحديث المسكنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عرفوا أنه المسكنة شرف في الدين، المسكنة ما الفقر. فهموا، كل واحد له فهم. المسكنة فكروها الفقر والذل، أنه هي شرف في الدين يكون فقير. وفقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. ليس الفقر يا إخواني فقر اليد. الفقير إذا كان صاحب همة وصاحب عمل الله كتب له الفقر. الله عز وجل يوسع الرزق ويقدر. شو الآية؟ ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله عمل له رزق ضيقة، همة عنده، شغل عنده، الله كتب له رزق ضيقة. هذا ما هوان، هذا شرف له.
إذا الله أعطاك رزق ضيق ورضي عن الله فهذا الله باحين مسكينا. أما واحد عنده همة وعنده عزيمة وعنده شغل لكن كسلان ما بيزع الشغل إلا الساعة 11 وبيطلع الساعة 2 وحاطط الأجراء مشتغلوا والأجير العجرة للسلة والمستوية لحنكي. الله عز وجل يحمينا. صارت الآن فالسلام الحاصل من الجزام هذا مرض معدي، والبرص مرض معدي كمان برص لا، والجنون مرض غير معدي. العنة يلي ما عنده حركة، والجب المجبوب يلي مقطوع. هذا عند الشافعي الله يرضى عنه. فلو كان بالزوج جزام أو برص أو جنون لم يكافئ امرأة مطلقا، ما بيصير زوجه هذا. واحد صاير معه ولا مرض نفسي نص مجنون يعني ما بيصير زوجه، أنه بدأ تنظلم معه، بيقعد لحاله ما بده يحكي مع حدا، بيبكي بعض أوقات، بيكسر بعض أوقات، فما بيصير زوجه. لم يكافئ امرأة مطلقا سواء أكانت سليمة من ذلك العيب أم لا. لو كانت معيوبة ما بيصير زوجها، وسواء اتحد عيبهما أم لا. بل ولو كان ما بها أقبح ما بتكون كفء له، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، بيكره من غيره ما لا يكره من نفسه. يعني الإنسان بعض أوقات بيتفل ما بيكره حاله، لكن إذا شاف واحد تفال قدامه بيكرهه. دائما الإنسان بيكره النقص من غيره ما بيكره النقص من نفسه. فلو كان فيها نقص ما بصير زوجه إياها، أنه بدها تتعذب معه، هم بكفيها وبلاها بكفيها تأخذ بلاها كمان، فهذا لا يصح أن نزوجه. جزام برص جنون ما مزوجه، ما في له مكافأة واحدة تكافي. غير الأمراض التانية، في أمراض تانية مثلا مثل الأعمى، تتزوج أعمى كفء، الأعمى كفء أنه مرضه غير معدي، مرضه غير مؤذي. والأعمى بيجي ولده مفتح، ما بيجي ولده أعمى. لا إله إلا الله، تقدير إلهي. فإذا كان أعمى أو واحد مقطوع أجره أو مقطوع إيده، هذا يعتبر كفء، لأنه هي مو عيب، قطع اليد أو قطع الرجل أو العمى، هذا لا يعتبر عيب. فالمراد رضاها ورضا وليها، المراد رضاها تكون هي رضيانة وليها رضيان، فإن رضيا به صح العقد وإلا فلا. رضيوا فيه مجنون، رضيوا فيه، قالت له أنا رضيان فيه أنا بدبره، الزوجة على بركة الله. أما لو كان بالزوج جب أو عنة، فشريكم ياها عنكم، جب أو عنة لم يكافئ امرأة ولو كانت رتقاء أو قرناء. المرأة الرتقاء قطعة لحمة بالمدخل تمنع قدوم الرجل، قرناء في عظمة كمان تمنع الرجل من الدخول، يقال لها قرناء. فهي هل كفء لرجل حر كامل؟ كمان هي ما كفى، ما بتصير هي كفى له. لم يكافئ امرأة ولو كانت رتقاء
هذا إذا كان فيه عيب من جزام أو برص، ولو كانت المرأة قرناء أو رتقاء ما بتكافئ. الحكم الشرعي يعني المرأة بدها رجل، لا بدها كتاب ولا بدها شهادات ولا بدها تجارة ولا بدها. ذكرتكم عن التاجر يلي تجار عنده 50-60 مليون، زوجته بعد ما اجاها 6 أولاد، وست أولاد دكاترة، صاروا 6 أولاد أطباء، طلبت الطلاق من جوزها. لك يا ابن الحلال عندك قصر وعندك مال، أنت أنا بدي قصر ولا بدي مال ولا بدي، طلق. طلقها، تزوجت مكنس بلدية، مكنس بلدية. شو وين كانت؟ زوجها مليونير، تزوجت مكنس بلدية، تركت أولادها وتركت بيتها وتركت وقعدت بحش تبع قطاط، قعدت قالت له أنا بدي رجل، ما بدي لا بدي مال ولا بدي، بدي أستر حالي ما أقع في الحرام. لو كان فهمان كان قال لها مثل ما بديك، لكن التجارة والمال أخذي عقله حاصل. المعتبر في هذين العيبين الجب والعنة رضاها فقط. اكتبوا لها الناحية هي، زوجها مريض بالسكري، المريض بالسكري بيكون عنين ما عنده حركة، سكري بيضعف القوة ما في حركة، رضيت فيه. إذا رضيت فيه صح العقد، أما إذا هي ما رضيت ما بصح. أبوها بده يزوجها، يا بنتي هذا غني وهذا عنده مال وهذا عنده كذا، لكن ما بصلح النساء ما بتاخذه. فالمعتبر في هذين العيبين رضاها فقط، أنه هي صاحبة المصلحة هون، رضاها. فإن رضيت صح العقد وإلا فلا. أما في غير هذه العيوب فلا يثبت بها خيار الفسخ. ما بتفسخ، واحدة تزوجت حكم شرعي، واحدة تزوجت ورجل كان من صالح من أفضل شيء، أصابه مرض الجزام أو البرص أو الجنون، فهل للمرأة أن تفسخ العقد؟ تنزل عند قاضي تقول له أنا زوجي جنن، إلا أنت لما تزوجتي ما كان في شيء فبدك تصبري عليه. لما تزوجتي بالعقد، لما العقد كان في شيء لا بدك تقبلي فيه، تم إعادة معنه. واحدة نزلت لعند قاضي قالت له أنا بدي أطلق زوجي، ليه؟ تقول له زوجي عنين ما في عنده قوة، إلا لما تزوجيه هيك كان لا جعيس عادي عنده صبري، عادي صبري. الرجل أدى الحق في الحكم الشرعي. لو أن الرجل تقرب إلى زوجته مرة واحدة في العمر أدى حقه الشرعي. يلي بينضم لأول بده يرضى بالتاني، أما لأول كان منيح إيه ما شاء الله حوله، لما بدي أتركه يروح دور على غيره ما بصح.
نعم. هذول ما دخلوا العمى والقطع الأطراف ما دخلوا. لهنا عم نحكي على الجزام والبرص والجنون. إذا كان عند العقد، إذا عند العقد في برص أو في جنون أو في جزام عند العقد تفسخ، ما بيحق لأنه ما في كفاءة. أما عند الزواج ما كان في شيء، طرأ عليه بعد سنتين أو ثلاثة طرأ عليه هذا المرض، بدها تصبر وتتحمل. أدى حقها، بدها تأدي له حقه، بدها تتم تصبر حتى كان شو الغرمه بالغنم أو الغنم بالغنم، يلي بياكل حلاوتها بده يدوق مرارتها. جاي على كل الأحكام، جاي الأحكام ستطول بالك، لا تستغرب. أما غير هذه العيوب فلا يثبت بها خيار الفسخ كالعمى وقطع الأطراف تشوه الصورة والعقم، هي ما لحق ترجع عنه، ما لحق تفسخ. إذا كان جزام أو برص تفسخ، هذا إذا كان عند العقد صار شرط انه ما دام في الصحه فانا معه، فاذا ابتلي انا بترك عند العقد. اما عند العقد ما صار فالزواج قائم. واما الزوجه التي بها عيب يثبت به للزوج حق الفسخ، الزوج له حق يفسخ. شو العيب؟ إن كان الزوج بالغا عاقلا، مثل حكاية تقول الحمد لله واحد عاقل بالغ وثبت صح العقد، كتب الكتاب صح العقد وثبت له حق الفسخ بالعيب بشروط تأتي. تزوج، حصلت هون قضية في الحارة هي اللي بيطلعوا فيها، يعني شو اسمها حارة المقدين، حمام المقدين، في بيت معروف زوج ابنه. ليلة العروس لما دخل على العروس، العروس وجدت فيها آلة الرجل وآلة المرأة، شو بيسموها؟ خنثى بالخاء، خنثى. فلما أراد أن يتقرب شاف العدة قائمة، ما امترك وهرب. يفسخ العقد؟ نعم، هون له حق العقد، حق الفسخ. يفسخ العقد وبيرسجع المهر، حق له الفسخ بالعيب. وإن كان غير مكلف، غير مكلف قديش قديش عمرك مزير الله؟ 17. عمرك 17، عاقل بالغ. أما لو كان عمر 12 غير مكلف وزوج وليه من امرأة فيها عيب معيبة لم يصح النكاح، زواج الولي، زوجوا من بنت أخته من بنت عمته لكن فيها عيب لم يصح النكاح. فلما بيشوف العيب يقول أنا أختار نفسي بنزل عن قدم اللي فيها عيب وأنا لا أرضاها، بيطلقها. يلي ما بينوا له العيب يكونوا غشاشين، لذلك بيسقط حق البنت لذلك، إلا متعوهن أنت ما حصل دخول، ما استطاع يدخل لعيب من العيب، ما استطاع يدخل فبيفسخ النكاح.
عند الأحناف، هذا عند الشافعي، عند الأحناف لا تعتبر السلامة من العيوب شرطا للكفاءة. ما هي الكفاءة شرط؟ لكنها تثبت الخيار للمرأة دون أوليائها. مرأة هون هي بتختار ذات، أنا ما بدي إياه خلص ما بدي إياه، دون الأولياء، لا بدا أبوها ولا بدا جدها ولا بدا عمها، هي قالت أنا ما بدي إياه انتهي. دون أوليائها في بعض العيوب لا في جميعها، بعض العيوب مثل الجبة والجب والعنة تختار المرأة لحالة. وسوف يأتي مزيد لهذه لمعنى هذه العيوب في مبحث فسخ النكاح. جينا الأحكام، اعتبر القانون، اعتبر الكفاءة كما أسلفنا وجعلها تابعة لعرف البلد. عرف البلد شو هو؟ إذا طلعت المرأة ما بتصلح أو في عقم ما بتلد أو ما كذا، فحسب عرف البلد نأخذ الأحكام الشرعية على حسب عرف البلد، هذا القانون. أحكام الكفاءة، شوفوا هلا رح نبدأ بحكم كتير ممتاز. الكفاءة شرط ابتداء لا شرط بقاء، فظها يا شيخي. الكفاءة شرط ابتداء للعقد لا شرط بقاء، فتعتبر عند إنشاء العقد. هون الكفاءة عند إنشاء العقد، فلو كانت قائمة عنده ثم تخلف وصف منها فلا يؤثر في ذلك، ولا يحق للمرأة ولا للولي طلب الفسخ بحجة زوالها. مثل مين؟ مثل اللي قلنا لما انعقد العقد كان صحيحا وبعافيته، بعد 3-4 سنين صار معه مرض سكري ما عاد يصلح، المرأة تتركه إلا لا ما بصح، بدك تتمي عنده 4 سنين وانت عايشة معه صحيح وعم يؤدي الحق كاملا. هلأ مريض، طيب إذا مريض منكبه؟ إذا تم قائمة معه إلى أن يأذن الله تعالى. هذا كحكم عند الأحناف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالكفاءة شرط ابتداء لا شرط بقاء، سجلها. كصحيح ابتلي بالسكري، صحيح ابتلي بالسكري، المرأة بتقول أنا والله ما بدي أقعد عنده، بعد ما أخذت خياراته، بعد ما جابت الأولاد، بعد ما قال ما بقى بدها، بدها تروح، قال لها بدك تسبري وتسبتي لأنه أداك الحق، صبري وما استطعتي فلعل الله عز وجل أنه الله يشفي ويعود إلى عافيته كما كان. فهون لا يحق للمرأة ولا للولي طلب الفسخ بحجة زوالها، بحجة الكفاءة اللي كنا طالبينها بالصحة ما بيملك هلا الإنسان. هلا مرض السكري صار 30% من الشعب مبتلى بمرض السكري، يا من الرعب يا من الخوف يا من الزعل يا من كله صاير. فإذا صار معه مسكين يعني ما بيلحق حاله بيفقد بصره، إذا ما لحق حاله داوى حاله بيفقد البصر، فذلك بده يستعمل أدوية حتى يحسن يخفف السكري، وأحسن دواء الحمية. أحسن دواء الحمية. ما بنقول لك لا تأكل حلو، كل الحلو من الفواكه، بياكل الحلو من الفواكه
باعتدال، كل شيء معتدل صحيح، متى ما زاد عن الاعتدال صار في خطأ. باكل النمورة، باخذ قطعة، قطعة بالجمعة ما بتأثر، قطعتين بالجمعة بين القطعة وبين ثلاث أربعة أيام ما بتأثر، أخذ قطعة نمورة قطعة بقدر ما عليش. أما حط الصحن قدامه ويدخل من باب شرقي يطلع من بابته، يطلع من بابته ما يطلع من باب شرقي، هذا ما بيصير. يعتدل قد ما كان، يلي معه سكري لازم يبذل الجهد ما يرتفع، تم دائما عما يوطى حتى لا يوطى كتير ولا يرتفع كتير، خلي دائما العدل. وهذا ما أخذ به القانون يلي قال بالمادة 31 تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده. نعم فهمنا. هذا القانون أخذ بهذه الناحية، لذلك القاضي بيقول ارجعي لزوجك، هذا له حق عليك، أنت تبرتي من أول ولا لازم تكوني وفية مع زوجك. طيب، ويستثنى من ذلك من كان سليما من العيوب المثبتة للخيار ثم مرض مرضا يوجب الخيار كجنون وجذام، فلصاحبه خيار الفسخ عند من يثبت الفسخ بها. بعض الأقوال أنه يثبت الفسخ بالجنون والجذام، زوجها أصابه جنون حطوه بالقصير، تعود هيك لحالها، هي الحق تنزل عند القاضي تقول له أنا زوجي بالسجن مسجون، صار له مسجون 3 سنوات ما بعرف شو نهايته، أو حطوه بالمستشفى الأدي صار له بالمستشفى، إذا قلت له صار له 6 شهور إلا بتستني سنة، ما طلع بتجي لعندي، سنة ما طلع بتجي لعنده، فالقاضي بيطلقها إلا بتثني تاخذي العدة. جزام أصابه جزام، هلا مسجون ما بتعرف إمتى بيطلع، استنيت سنة سنتين 3 ما طلع، تنزل عند القاضي، القاضي بيفصل بينه وبينه على شرط إذا في أولاد أن تلتزم بالأولاد، تلتزم بتربية الأولاد، إلى حق يكون أولادها معها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت أهل الأولاد بيأخذوا أولاده من عنده. هذا كحق يعني. أما جوزها بالسجن وكل ما رايحت لعنده بيبهدلها وبيبخنها، بده بناته تطلع على حسب شو اسمه، ما بده دين ولا بده أخلاق، وهو ما بيدقن لصورته وبيسب وبيشتم وكذا، زي اللي عند القاضي نزل طلق له، طلق. هذا إذا كان العيوب المثبتة للخيار مرض مرضا يوجب الخيار، تختار تخدمه ولا بتطلقه، تنزل عند القاضي والقاضي بيدبرها. طيب، هي أحكام الكفاءة وقت اعتبار الكفاءة. صاحب الحق في الكفاءة المرأة ووليها فقط، مومها أخوالها كذا ما له حق، إذا وجد الأب ما حدا له دخل.
ما في أب الأخ الأكبر، ما في أخ أكبر العم. فحق حق للمرأة والولي باتفاق الأحناف والشافعية. شو الدليل لحديث النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها على سيدنا عائشة فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. هو من عيلة منحطة وهي من عيلة كريمة، مشان يرفع كرامة يرفع كرامة قرايبه بزواجه منها، وأنا كاره أن ما أقبله. فقالت عائشة اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فأرسل إلى أبيها، بعد وراء أبوها قال له أنت زوجتها، الأمر لها، قال له الأمر إليك، تحبي تتزوجي ما بتحبيه، جعل الأمر إليها أنه هي صاحبة الحق، شلون بتزوجها بدون مشورتها بدون رأيها. فلما جعل الأمر إليها قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، إذا أبي أراد أنا موافق، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء؟ إلى حق المرأة تختار؟ نعم إلى حق، أنا اختارت خليها ما بدها ما بدها. صلى الله عليك يا رسول الله. نحن ما نحب نزوج الفتاة لصالح، ما أحب كيف. نسأل الله أن يجعل الخير فيما يختاره الله، وهو ما أخذ به القانون في المادة 29، الكفاءة حق خاص للمرأة والولي، الولي الأقرب الأب، فإن لم يكن فالعم أو الأخ الأكبر فهو ولي عنها. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.